صباح فل، يا صباح عسل، يا صباح سكر، يا صباح. وانا عاملين ايه؟ وحشتوني. بصوا بقى، انا النهارده يوم بتاعي حلو قوي وخفيف قوي ويوم جميل قوي. تعمل ايه نشفه النهارده؟ انا عندي الحمد لله، الحمد لله كرم من عند ربنا. مش انا كنت عاينه جمبري وقلت هعمل يوم السبت جمبري؟ لا، الحمد لله كرم من عند ربنا. ما نقعد بس كرم من عند ربنا ان انا عندي اكل من امبارح. اكل عملت امبارح اكل كتير، كانت عزومه جباره بقى واكل حلو، فعاد عندي اكل بقى من امبارح. فقلت خلاص يا نشوى، انت تعملي ايه دلوقتي؟ انا عندي شويه غسيل هقوم المه، وعندي شويه مواعين بقى. يا سلام، عايزين جوز الست مع بعض. وقلت بقى اعمل حاجه حلوه، وعندي عايزه اعمل طماطم وعين، وعايزه افرز، مش هفرز، وعايزه اجهز البصل ونعمل شويه حاجات. وعين الملوخيه، انا غسلت الملوخيه امبارح وقطفتها، مش انا قطفتها، قطفوها وانا غسلتها ونشفتها وسبتها من بالليل على فوطه كده، ودلوقتي هقوم اعملها. وايه كمان؟ ف نعم، عايزه ليمون كبير. عايزه ليمون كبير. بصور ازاي بصبح اليوم. عايزه ليمون اصفر كده كبير كده حلو كده. هعمل لكم بحاجه حلوه، وهنعمل حاجه حلوه بالليمون، يعني هنقعد نجهز شويه حاجات. فيلا بينا تشجعي وتنشطي. هقوم اعمل لهم، هما فطرهم بس نادين وانا لسه ما فطرناش، فقلت هنفطر. مش عارفه انا ببقى في الشمس ما اصور لكم كل يوم من اللقطه دي على فكره. فقلت بقى انا ونادين هنفطر، هما فطرهم، وكان عندي كيكه من اول امبارح اللي هي حمرا دي، فهم فطروا فيها. فانا ونادين بقى ما بنفطرش اكل تقيل يعني، فبنفطر حاجات خفيفه. فقلت اقوم اعمل لها، هي يعني نفسها تاكل بانكيك ومش عارفه تاكله عشان هي مخففه في الاكل، فانا قلت هختار لها حاجه كده وتبقى جامده يعني. فاعمل لها بانكيك كده تفطر بشوكولاته ان شاء الله، ونشوف هنعمل ايه يعني. تعالوا موريكو اصلا انا عندي اكل ايه لا هنعمل فطار اول. تعالوا نفطر فطار اول وبعدين نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. بصوا بقى، قلت اعمل لها فطار كده جامد. اول حاجه هي كانت عايزه تاكل بانكيك، فقلت لها طب انا هعمل لك بانكيك صحي عشان انتي مش عايزه تاكلي دقيق بقى ولا حاجه من دي. فعملت لها بصوا بانكيك بالشوكولاته، يعني لو انا لو انتي تعرفي فكرته هتستغربي، مفيش اي حاجه، هو بيض. عملت كده، جبت بيضتين اتنين اللي انتي المفروض تفطري بهم، طلعت فصلت الفص الصفار عن البياض، حطيت على البياض نص معلقه سكر، وضربت كده البياض لما يبقى تضربيه كده مفيش دقيقتين ثلاثه يبقى جامد خالص زي الكريمه كده. بصوا ما بينزلش ازاي، ده البياض خلاص. الصفار بقى اللي هو بتاع البيضتين حطيت عليهم معلقه سكر تانية، وحطيت عليهم معلقه يعني نقطه، كام نقطه فانيليا، ومعلقتين لبن بس، ما تكتريش اللبن عشان ما يفكش، وتنزلي عليها البياض اللي انت ضربتيه وتقلبيهم كده مع بعض. ربع يعني مفيش، ربع معلقه زبده كده تدهني بها بس، وتنزلي على رسمه البانكيك بتاعك بس. وانا بتاعي يعني ايه شكله صعب شويه يعني، مش شويه كده، انت بقى بخلي بالك. انا عملت بقى كوبايه شاي ولبن، ضربت اللبن، ايوه اللبن بيعمل فوم حلو كده وبيدي شكل حلو، ونزلت عليه بالشاي لما عمل فوم كده، تحس ان هو يعني تيلاتي تيلاتي، ما اعرفش ده مقلفاها. بصوا البيض طلع عامل ازاي، شبه البانكيك بس يعني ايه مرهق شويه. بس المهم عملت لها الشكل اللي هي نفسها فيه، والطعم احلى كمان. وعارفه انتي حطيت لها دي شوكولاته زي ما انا وريتها لكم كده، بديل الزبده وبديل السكر، يعني مفيش فيها زبده ولا فيها سكر. بص المنظر من جوه. بصوا يا اولاد، احنا فطرنا وخلصنا الفطار. عايزه اقول لكم الاكل اللي متبقي من بالليل. بصوا ادي محشي وفراخ ولحمه، والله العظيم اكل بالصلاه على النبي. بصوا اللحمه كمان كتير تحت، مفيش برنجان وكوسه، ده ايه دي فراخ. بصوا ده وركي فرخه، وده صدر فرخه، وبصوا فراخ قد ايه ولحمه. اصل انا بقول لهم عندي اكل، فحرام ان انا اطبخ. ورز بالشعريه، وعندي هنا بصل محشي فظيع، احلى حاجه في الدنيا بصل المحشي ده، وحله القلقاس. انا طلعتهم بس سخنهم اول مره يعمل، اول مره بصل محشي، اول مره بصل محشي. بصوا هاتي اعملي الحله دي. بصوا انا ولعت على حله القلقاس كده تسخن، وسخنت الباقي في الميكروويف. بصوا البوتاجاز المحشي بقى سقط عليه ازاي، يعني عايزه اقول لكم طبعا دي حاجه الفطار على حاجه الغدا. عايزه اقول لكم بصوا المنظر عامل ازاي، يعني يا لهوي. بس الشقه زي الفل الحمد لله. هنتغدى، هسخن لهم يتغدوا واخلص بقى منهم ومن الغدا ولبخه الغدا، وبعدين اقعد بقى. انت اكلت؟ بتاكل ايه؟ بتلغ ايه؟ طيب هسخن لهم الاكل اول ونتغدى. بصوا ما شاء الله، والله لحمه كتير واكل كتير، حرام يعني.
حرام بقى، بصوا بالصلاة على النبي. يلا بينا اختي، تعالوا شوفوا مين زلني يا اختي. يا مين ده؟ انا عبد الله. اسال مساء الفضل. ايوه خير. نعم الحمد لله انا تمام والله. انت عامل ايه؟ انت عايز حاجه معينه؟ انت عارف حد هنا في البيت؟ خالي وبنت خالي و قول لها نجي عشان دي. انا بقابله على السلم في الاخر. هو ما بيجيش تاني، انت فاكر انه بيجي يشوفني؟ لا بيجي عام بس. هو احمد بيجعان الضيف الرخم ده، بس هو ما عادش رخم ده بقى، العريس الرخم والله. يعني الله يكون في عونك يا حبيبتي على جهتها تتجوزك. عملت ايه؟ ده بختها والله. يا بختها. عملت الرياضه بس مش عارفه ليه ما والله. انت الواد راح ثالثه ثانوي. ثالثه ثانوي معاه. ما تعرفش تهرب؟ انا جيت هربت اهو. جيت هرب. نقعد بقى عشان اعمل له حاجه حلوه. والله؟ والنعمه. هعمل لك حاجه حلوه اسخن لك ده. ده انا لسه بخلواتي. فسخنه له وايه؟ دلوقتي ولا امبارح؟ لا دلوقتي. تمام. دلوقتي. ماشي. بصوا يا ولاد، عايزه اوريكم المطبخ عامل ازاي. فعايزه اقول لك ما تبقيش تستغربي لو مطبخك عامل كده، ولا يهمك، احنا قدها وقدود. وكمان دي فرصه حلوه ان احنا نقف كده تقعدي زي ما انا قلت لك. فاكرين ما اقعد اقول لكم كده اي خبر بقى، اي حكايه، اي تخطيط؟ معظم تخطيطاتنا بتيجي واحنا بنغسل المواعين. ايوه النعمه. واي حاجه بقى كنت خناقه فاكراها وعايزه تفتكريها، ويا ريتني كنت قلت لها، ويا ريتني كنت عد، كل الحاجات دي بتيجي على الحوض. فاعمليها. وبعدين بعد ايه كمان ممكن، يعني احلى ميزه ان انت تبداي تستغفري ربنا وتصلي على النبي. عايزه اقول لكم طبعا، يعني مش انا اللي هقول لكم اكيد، لان ما شاء الله انتوا عليكم اشطر مني 100 مره. الصلاه على النبي بقى عليه افضل الصلاه والسلام، بتنجي وبتقف في جنبك في حاجات كتير حلوه. وبجد بجد والله العظيم انا يمكن اكتر الحاجات اللي بتنجيني وبتنجحني وبتخليني ان انا اقف على رجلي هي الصلاه على النبي. والله العظيم الصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ما تتخيليش يعني فوائدها ايه. وكمان بقى لو انت حافظه صيغه صلاه زي مثلا تصلي على النبي، وكمان تسحبي معاها ايه، يعني اللهم فرج الهم، اللهم فك الكرب، اللهم نولني لنفسي فيه، اللهم اشفيني، اللهم عافيني، اللهم ارزقني. يا سلام والله العظيم هيبقى ربنا يرزقك من وسع. واسمعي كلام نشوه، بيت نشوه ده هو انت يعني. المهم خلاص غسلت المواعين وقمت بقى جايبه اللي هو اسمه ايه ده يا ولاد، هقول لكم فايف ستار. عملت البوتاجاز كده وسبته 10 دقايق وعلى الفرن، وقمت قاعده بقى. البوتاجاز ده يعتبر محروق، بصي المنظر عامل ازاي، يعتبر محروق. قعدت اشيل فيه بايدي ما بيتشالش، اما حطيت عليه الفايف ستار ما شاء الله عليه خلى البوتاجاز بيلمع وزي الفل. وانا كنت حاطه لكم كمان لو انتوا عايزين، كنت جايبينه منين، كنت انا منزله لكم في الفيديو بتاع فايف ستار. بصوا والله العظيم مخليه البوتاجاز زي الفل. قعدت كده عملته بالسلك على السريع، وبعدين قعدت انشفه، لبست المنديل لان انا عندي صباعي كده متعور والحاجات دي غلط اصلا، المفروض تلبسي بها جوانتي. بقول لك لبست المنديل، لبست الجوانتي عشان الحاجات دي بتبقى غلط، البسي جوانتي كده عشان ايه ايدك بتبقى كويسه ما تبش منك ولا حاجه. الحاجات الكيماويه دي برضو يا اولاد مهما كانت امنه وكله بس غلط، البسي جوانتي امان ليك. والله انا عندي صباع كده متعور، يا دوب اول ما حطيت ايدي في عند البوتاجاز حسيت ان في كهربا. قعدت قلت البوتاجاز فيه كهرباء ايه اللي شغال، وبعدين لقيت العواره دي قلت بقى يبقى منها. خلاص لمعت البوتاجاز، شوفوا بيلمع ازاي، بيبرق، والنعمه كان محروق حرقه ما تتخيلوهاش. وفي نفس الوقت الفرن كده مشيته على السريع عشان الفرن دايما ده اللي بستخدمه، فقلت يبقى بسرعه. والرخامه بعد ما غسلت المواعين بقى لمعتها كده، خليتها بتلمع كده وبتشف وترف كده. النهارده يوم خفيف يعني، اي نعم كان في شويه مواعين والفرن والبوتاجاز والمطبخ، بس الى حد ما حته ان انا وفرت موضوع الغدا دي برده انجز معايا اليوم. وكان عندي احمد بقى اجا واصحاب امير كانوا هنا وجنة والعيال وكلهم، فقمت داخله عملت لهم حاجه حلوه اللي انا عملتها لكم في الفيديو اللي لسه نازل. قالوا ده كيكه كده كانت حلوه قوي. بعد ما خلصت بقى ده كله، خلصت الرخام والحوض وغسلته ونقعته وخليته زي الفل، عندي شويه عنب قلت انا هغسلهم غسله حلوه، واغسليه حلو جدا العنب بالذات. عندي شويه عنب فرت كده قلت اما اعملهم زبيب، اما يكون عندك حاجه زي دي ما ترميهاش، الحاجه في البيت بتنفع. اليومين دول العنب معاه الداير في العربيات بخمسة جنيه كيلو. 5 جنيه كيلو هيعملوا لك الكيلو ده هيصفصف لك ربع كيلو زبيب.
اقل من ربع كيلو زبيب؟ لا طبعا اقل، يعني هيصفصف لك ربع كميه مثلا، يعني 5 جنيه شوف هيعملوا لك حبه زبيب حلوين. اي نعم مش هتعملي كيلو، اعملي على قدك. المهم نزلت جبت حاجه وطلعت، كنت انا شايفه غسله الملوخيه دي ومنشفاها على الفوطه، وقلت ما اعملها كده زي ما بشوف الناس، وانا بصراحه ما بحبش، بس كنت مستعجله قلت اعملها. ضربتها في الكبه، انا بحب الملوخيه بصراحه في المخرطه، بس قلت جربتها بقى. انا خلصت القعده، كنت عامله كيكه كده بالليمون، عايز اقول لكم الشكل فظيع والطعم افظع. انا هنزل لكم الفيديو بتاعها. المهم بعد ما عملتها كنت بكلم اختي، قالت لي والله لازم ادوقها، فجبت لها حته وراح واستاذ امير عندنا تقريبا انا اكلها قبل ما توديها، تقريبا هياكلوها، فالحق ادي لاختي قبل ما ياكلوها. نعم مش تقريبا هناكلها، اكيد هياكلوها. هنزل عند اختي عشان اختي جايبه لي سندوتشات طعميه وطحينه وبطاطس. سندوتشات طعميه رايحه لها وبنت هو، اجيب لي سندوتشات طعميه. ايوه امال ايه عايزه اجيب لي سندوتشات ايه؟ كفته ايش؟ اطلع بره. بيوقع بيني وبين اختي، جايب لي سندوتشات طعميه، بقول لها نفسك سندوتشات طعميه بطاطس. عارفه انت لما تبقي قاعده كده ونفسك تروح لحاجه، انا نفسي رايحه للسندوتش الطعميه بالبطاطس. فهي بقى عزماني على العشاء، وانا قلت اخش لهاش بايدي فاضيه، يعني اجيب لها حته كيكه كده يعني كده يعني كده يعني. يلا يا نانو، فهننزل لها بقى. يلا بينا. الوقت انا بعد ما جيت عند اختي واكلت اللي بصوا واكلت الحاجه الحلوه وشبعت، قالت لي اصل انا مش معايا رصيد اطلب سندوتشات فول وطعميه، والله اروح فيها في داهيه. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني. ماشي هم وحشتوني. معاكي رصيد؟ ادعوا يا جماعه لابو محمود ربنا يشفيه ويخليه لنا. ربنا يشفيه ويعافيه. معلش يا سعد بتعوش. وانا بتسلم عليكم عشان هي شايفك. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ قولوا النشوه تبقى تجيلها على طول يا جماعه. ما انت لو جبتي سندوتش طعميه اللي انت قلتي لي عليها هاكل. بس مفيش رصيد. يعني ايه مفيش رصيد؟ انزلي هادي بقى سندوتشات وطعميه. طب ما تشحنيني ولا تتصلي. طب ما انا كنت جبت سندوتش طعميه في بيتي اكلته. لا بس معايا له طعم تاني. اي بقى طعمه تاني وانا معاكي. تنكري يا نانو اللي سندوتش طعميه. يا ريتني ما شبعوا، هم من ساعه ما اكلوا شبعوا. ايه؟ واو بجد تسلم ايديك يا شوشو. بجد حلوه؟ والله تحفه والليمون كده فظيع. جميله جدا فريش. فين بقى سندوتش طعميه؟ سندوتش طعميه تاكلوه بعد الليمون ده. انا هاكله، انت مالك انت ما تاكليش. تليفونك بيضحكوا عليا؟ احنا هيجينا تلوث. اللي عايز فول كده واللي عايز الطعميه كده. نانو عايز فول ولا طعميه؟ لا لا الاثنين يعني الاثنين ما هما اللي طيب بس نانو ثلاثة احتياط. انا عايز طعميه بطاطس وانا ونانو عايز فول على طعميه وانت علي. ماشي علي قول علي وبابا يا ابني. جبت علي ايه؟ علي وممدوح ومحمود. ومحمود سندوتشات ايه بقى؟ ماشي هنطلب وهنجيبه ونور لكم. الاصفر ده ليمون، ما تاكلوش طعميه برايحتكم ان شاء الله عنهم ما اكلوا. انا استنى هات التليفون. مش هاكل طعميه. ليمون ازاي؟ اتفرج على الفيديو. هات بس التليفون عشان غير رايها. مش لا خلاص خلاص انا مش عايز سندوتشات، انا لقيت مانجاي. لا ده احنا دوا معايا الشي جنيه كده. عاملاها بسكر. ممدوح هنا على الهوا على الهوا. انا هات لي 20 جنيه اجيب 10 جنيه. احنا على الهوا. طب انا هقفل على ما يخلصوا شكله في الفلوس اللي هيعشوني بيها. معلش معلش. بصوا بقى هنتعشى يا ولاد سندوتشات بقى، قلت اجوعكم يعني اشمعنى انا اللي اجوع. طعميه بالبطاطس. حلو قوي. طعميه بالبطاطس. وده ايه بقى؟ ده فول بقى على طعميه بقى. ماكس اسمه ماكس. ماكس وشيبسي وفلامينكو عشان هم عارفين ان انا بحبه، وبيبسي ومدلعني اخر دلع. حاجه والله يا شوالله بجد نعمل. حبيبتي يا نونايتي ربنا يخليك. معلش هو ما جابش شطه خضراء؟ ما انا ما اعرفوش الراجل، هو الراجل ده كان قريبي انا عارف هو جاب شطه خضراء ولا ما جابش، بس في شطه اهو. بصوا الله ده فيه في شطه في شطه في شطه اهو. بصي 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 الحركه دي. الله ماشي مش مشكله. يلا مش مشكله ناكل احنا بقى وبعدين ايه. تعالي يا حبايبي كلوا معانا والله. يلا تعالي بتجاملكم بتجاملكم. ماشي حبيبي بس انا بقعد. بصوا بقى يا ولاد هنقعد كده نتعشى بقى وكلنا بقى ونشد بقى سندوتشات بقى من بعض بقى وناكل، ومفيش احلى من لمه الاخوات وقعده الاخوات وتلم كده مع بعض على اللقمه وعلى الطبليه، مفيش احسن منها. ربنا يديم معانا النعمه ويديمنا في حياه بعض وما يفرقنا بيننا وبين اي اخوات في الدنيا، ويحنن كل قلب اخ على اخته ويحنن كل قلب اخت على اخوها، ويبعد عنكم مرات الاخ الوحشه وجوز الاخت الوحش. ويبعد عنكم الناس الوقاعة، ويبعد عننا الناس الوحشة كلهم. يلا تصبحوا على خير.